متواصلين مع حضراتكم في بث مباشر، وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل خبر عاجل انه جماعة الاخوان المسلمين او طلاب الازهر المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين نظموا النهاردة تظاهرة، لكن الحقيقة تظاهرة اقتحمت المبنى الاداري لجامعة الازهر وحاليا محاصرة مكتب دكتور اسامة العبد رئيس الجامعة. ومعانا محمد رزق مراسل سي بي سي بجامعة الازهر. مساء الخير يا محمد. مساء النور. نعم بالفعل قامت عناصر طلاب الإخوان اليوم بالتجمع أمام المبنى الإداري بجامعة الأزهر، ثم قامت عناصر التأمين بالجامعة بإغلاق المبنى الإداري بالكامل، ثم قام طلاب الإخوان باقتحام المبنى الإداري وتكسير واجهة المبنى بالكامل وتفريغ المكاتب الإدارية من محتوياتها، وأيضا محاصرة الدكاترة والأساتذة العاملين بالمبنى. وتقوم الآن قوات الشرطة والجيش بإغلاق جزئيا لطريق النص، خشية من حدوث أن تمتد أعمال الشغب والعنف إلى خارج الجامعة. طيب ماذا عن محاصرة مكتب دكتور أسامة العبد؟ هل هما محاصرينه حاليا؟ نعم ما زالوا الآن الطلاب يحاصرون، عناصر طلاب الإخوان المسلمين يحاصرون مكتب الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة. طب بالنسبة للأمن داخل الجامعة يعني؟ لا يوجد أي فرد أمن داخل الجامعة. مفيش أي فرد أمن داخل الجامعة؟ نعم بالفعل. يعني الآن المكتب محاصر ومفيش أي قوات مش قوات يعني أو عناصر أمنية بتحاول تفض هذا الحصار أو بتحاول تدافع عن المبنى الإداري؟ نعم. طيب محمد، الأعداد يعني على حسب معلوماتك كتير ولا أعدادهم قليل الطلبة؟ لا الأعداد كانت بالعشرات فقط، عشرات. والذين قاموا باقتحام المبنى والتجمع أمام المبنى الإداري بجامعة الأزهر. طيب يعني هو سؤال مش عارفة إذا كان مناسب ولا لا، هو الدراسة مستمرة مع كل الأحداث اللي بتحصل في الجامعة ولا في تعطيل ليها؟ يعني منطقيا يوجد تعطيل في الجامعة. في تعطيل للدراسة حاليا؟ يوجد تعطيل الآن للدراسة بالكامل، لأنه الأيام الماضية كانت التظاهرات ما بتأثرش على سير الدراسة، لكن النهاردة في تأثير. نعم، نتيجة تكسير واقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر. طيب إلى أي مدى الأساتذة كمان يعني تم الاعتداء عليهم؟ هل في أساتذة بعينهم تم الاعتداء عليهم؟ لم يتم الاعتداء على أي من الدكاترة أو الأساتذة الموجودين بالجامعة، ولكن يحاصرونهم الآن. نعم، يحاصرونهم فقط. يحاصر يعني المسألة كلها حصار للمبنى الإداري ولمكتب رئيس الجامعة؟ لا، حصار لمكتب رئيس الجامعة. المبنى الإداري تم اقتحامه وتفريغه من كل محتوياته. طيب الدكتور أسامة العبد عموما رئيس جامعة الأزهر أرسل رسالة استغاثة لوزارة الداخلية لحماية الأرواح والممتلكات بسبب ما يحدث حاليا داخل جامعة الأزهر تحديدا في المبنى الإداري. هل في إيه اللي تم إتلافه بالضبط طيب يا محمد؟ تم تفريغه من أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمبنى والشاشات التلفزيون وبعض الأوراق الخاصة بالجامعة، الأوراق الإدارية الخاصة بالجامعة، تفريغ المكاتب الإدارية جميعها من محتوياتها وتكسير الواجهات الزجاجية للمبنى. تفضل. هل في تواجد خارج الجامعة؟ هل في تواجد للطلبة خارج الجامعة كمان؟ نعم بالفعل، تقوم دلوقتي أجهزة الشرطة والجيش بإغلاق طريق النصر جزئيا، خشية من أن يمتد أحداث العنف إلى خارج الجامعة. قوات الشرطة والجيش بتقوم بإغلاق الطريق جزئيا خارج الجامعة. هل القوات دخلت الجامعة تحاول تعمل أي يعني حد من الأعمال العنف في الداخل، ولا مفيش تواجد للقوات داخل الجامعة؟ لا يوجد أي تواجد لقوات الأمن داخل الجامعة. لم تدخل الجامعة، يعني كل عمليات التأمين خارج الجامعة. المدنية. قوات التأمين المدنية للجامعة فقط. هذه القوات، قوات التأمين المدنية، ما بتحاولش تحتوي الموقف؟ لا تستطيع أن تفعل شيء. من ناحية إيه؟ مش مجهزين كفاية ولا العدد مش لا غير قادر؟ من ناحية التجهيز. طيب هل في اشتباك ما بين الطلبة اللي قاموا بعملية الاقتحام وحاليا محاصرين وبين طلبة عاديين؟ حدث بعض المشادات بين عناصر طلاب الإخوان الذين اقتحموا المبنى وبعض الطلاب الموجودون بالجامعة، ولكن لم يقدروا على فعل شيء نتيجة عددهم. وما زال الدكتور أسامة العبد محاصر داخل مكتبه حتى الآن؟
نعم بالفعل. نعم. طيب أسألك تاني محمد، التلفيات يعني أدت لتدمير المكاتب الإدارية بالكامل؟ نعم ولا جزئيا؟ نعم نعم لا، تدمير المكاتب الإدارية بالكامل. بالكامل. والأعداد كما وصفتها بالعشرات؟ نعم بالعشرات. طيب في حديث عن نية الطلبة، إلى أي مدى ناويين يستمروا في حصارهم لرئيس الجامعة أو يتواجدوا داخل المبنى الإداري؟ هل في يعني نية للاعتصام مثلا، للمكوث في المكان؟ لم أعرف أين ينوون أو ماذا ينوون. هم الآن محاصرون الآن مكتب رئيس الجامعة فقط. لكن ما لا تعرف شيء عن خطة نهاية هذا الاحتجاج أو الاقتحام، مش عارف هيستمروا فيه ولا لا. نعم بالفعل. طيب هو المفروض بعد هذه الاستغاثة إيه اللي يحصل يا محمد؟ يعني بعد الاستغاثة استغاثة رئيس جامعة الأزهر، من المتوقع أنه تدخل قوات أمنية نتيجة لأعمال العنف اللي حصلت؟ ولا لأنه أنا سمع يعني حسب المعلومات اللي وردت لنا أنه في حالة حدوث أعمال عنف داخل الجامعة هي دي الحالة الوحيدة اللي من حق قوات الأمن تدخل. هو حتى الآن لم يدخل أي من عناصر الشرطة أو الجيش داخل الجامعة. الموجودون داخل الجامعة هم عناصر التأمين المدنية فقط، ولا يوجد لديهم أي شيء ليفعلوه. طيب خليك محمد معانا على التليفون، لكن أنتقل للدكتور حسام شاكر، عضو المكتب الإعلامي لجامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. دكتور حسام اتفضل مع حضرتك. دكتور حسام يعني مساء الخير عليك، واسالك عن الاحوال داخل جامعه الازهر، الى اي مدى وصلت؟ يعني الاحوال بصراحه صعبه، يعني فوجئنا اليوم بعدد من الطلاب، وفوجئنا بعد فتره بضرب خرطوش واقتحام لمبنى الجامعه. الامن طبعا الامن المدني قام علشان تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه، لكن خراطيم المياه لم تكن كافيه، لان يعني فوجئنا ان في افراد كثيره معهم خرطوش ودخلوا اقتحموا المبنى الاداري بتاع الجامعه والقوا ببعض المستندات واخذوا بعض منها، وما زلنا في داخل مبنى الجامعه. يعني كان في خرطوش مع الطلبه اللي دخلت اقتحمت المبنى الاداري؟ نعم، وانا سمعت يعني نحن سمعنا في الداخل بطلقات الخرطوش، وسمعنا بتكسير الزجاج وتكسير النقب الحائط اللي هو للباب الرئيسي بتاع المبنى الاداري للجامعه. ويعني كان شيء لا يدل على ان هؤلاء طلاب تعليم. طيب في اصابات يا دكتور جراء استخدام الخرطوش؟ في حد اتصاب من الاعضاء المكتب الاداري او طلبه؟ طبعا، لان في حاله ذعر في داخل المبنى الاداري، فانا سمعت ان في احد الافراد اصيب، يعني لم اعرف اذا اصيب بطلقه خرطوش او اصيب عن طريق يعني ضرب الحجاره من بعض الطلاب. طب الدراسه حاليا يعني ممكن يعني قد يعني نوافيكم بالاخبار في نهايه اليوم، لان يعني الوقت في صعب اليوم. في واضح انه اليوم حيكون طويل ومليان تطورات. طيب الدراسه يا دكتور يعني الى اي مدى هي معطله؟ لانه على مدى الايام الماضيه مهما كانت في تظاهرات او احتجاجات كانت الدراسه بتكون بشكل يعني ماشيه بشكل طبيعي، النهارده الوضع مختلف؟ في بعض الكليات منتظمه، ويعني في قطاع الدراسه في انتظام بصوره مستمره، وقطاع مدينه ناصر هذه المظاهرات قد تسبب بعض المشاكل من خلال ضجيج الاصوات للمحاضرات داخل القاعات الدراسيه. يعني الدراسه يعني متوقفه في الوقت الحالي في بعض الاجزاء، ولا نيه لتعليق الدراسه، والمجلس الاعلى للازهر البارحه قد اقر بانه لا نيه اطلاقا لتعليق الدراسه في جامعه الازهر. تمام، ده بشكل رسمي اكيد، لكن هل بشكل اضطراري نتيجه للاحداث الدراسه حاليا معطله؟ يعني لانه ما ينفعش تسير بشكل طبيعي؟ لا، الدراسه تعمل، يعني هو معتاد، فيعني هذا العدد لا يتناسب مع العدد الطبيعي للجامعه، يعني المحيط الذي نتحدث عنه به اكثر من 13 كليه فيها اكثر من 120 الف طالب. نعم. مهما يخرج يعني إذا 5000 أو 10000 فلا يمثل العدد الكلي للطلاب. هل ما زال مكتب دكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر محاصر حتى الآن؟ يا سيدتي، المبنى الإداري كله محاصر، يعني ليس المبنى رئيس الجامعة، ليست مكتب رئيس الجامعة فقط.
بس حصل اقتحام بيقولوا للمبنى الاداري، يعني دخلوا داخل المبنى نفسه. حصل اقتحام وتم تحرير بعض الحوائط والنوافذ. وصلوا لمحيط مكتب رئيس الجامعه نفسه. رئيس الجامعه موجود داخل المبنى، وقمنا بصلاه الظهر، ويعني اقسم انه يعني لن يتحرك حتى يكون الجميع في مأمن، واذا حدث اي وقائع سيموت مع الجميع، يعني لن يخرج لوحده ويترك البقيه. طيب هل اعلن الطلاب عن ما ينوون فعله يعني على مدى اليوم؟ هل عندهم نيه الاعتصام لاستمرار في حصار المبنى؟ هذا يسأل عنه الطلاب. لا، ممكن تكون حضرتك مثلا سمعت او هم اعلنوا عن نيتهم في التظاهرات او في اثناء الاحتجاج نفسه. يعني هي الاحتجاجات او المظاهرات مستمره، هي يوميا مستمره. في بعض الاماكن بيكون في تظاهرات سلميه، وبعض الاماكن الاخرى يعني يحدث فيها اعمال الشغب، وهذا الذي تاسف له جماعه الازهر ان يكون هناك احداث شغب داخل الجامعه. هي دي اول مره يحصل اقتحام للمبنى الاداري صحيح؟ هو يوميا يعني يحدث يعني حصار او بعض الهتافات امام المبنى الاداري باعتباره رمز للجامعه. لكن يعني تطور الامر. اول مره يحصل اقتحام تام للمبنى؟ لا، هو اول يوم، قبل ذلك تم كسر بعض النوافذ، والبارحه تم يعني الاعتداء على مكنه الصرف الالي، وتم القبض على بعض الطلاب من خارج جامعه الازهر، واحدهما كان اجنبي، كان كوري. تم الاعتداء عليه. طيب يعني احنا كما ذكر لنا مراسلنا محمد رزق قال انه ما فيش اي تواجد لعناصر امن داخل الجامعه بتحاول تسيطر على الموقف. لا، هو من الشرطه لا يوجد اي تواجد لعناصر الامن داخل الحرم الجامعي. وعناصر الامن المدني ماذا تفعل امام هذا الحشد وامام الخرطوش وامام الاحجار؟ طيب هل في خطة أو يعني من المفترض أنه يدخل الأمن العام داخل الجامعة طالما حصل استخدام للعنف؟ يعني خطبنا وزارة الداخلية، ويعني في الانتظار، لأن يعني هذا ليس فعل طلابي. طب ماذا يفعل الطلاب في الوقت الحالي؟ محاصرين المكان بس، ولا في استمرارية لعملية الاعتداء والهتافات وما إلى ذلك؟ لا، يعني أنا أرى أن هناك بعض الطلاب يجوبون بعض المحيط الجامعي بالتظاهرات، والبعض يسير في بانتظام للمحاضرات، لكن يعني حتى أكون صادقا أعلم أن البوابات مغلقة وهناك حصار، لكن أنا داخل المبنى فحتى يبدو الأعداد. طيب دكتور حسام، حضرتك داخل المبنى الإداري حاليا، يعني من ضمن داخل المبنى الإداري، من ضمن ال ال الأساتذة المحاصرين داخل المبنى صحيح؟ نعم، من ضمن الأساتذة المحاصرين داخل المبنى. نعم، أنا يعني متواجد يعني بصحبة رئيس الجامعة والسادة النواب وبعض الموظفين داخل المبنى الإداري. نعم، طب مين المتواجدين مع حضرتك من الأساتذة؟ لا أسمع الصوت. مين المتواجدين مع حضرتك من الأساتذة؟ عددهم قد إيه تقريبا محاصرين زي حضرتك داخل المبنى الإداري؟ نعم، معي أنا بصحبة رئيس الجامعة والسادة النواب. رئيس الجامعة والسادة النواب، هل ممكن نتواصل مع حد من الموجودين مع حضرتك، مع رئيس الجامعة مثلا؟ يعني الموقف صعب، ويعني وليس هناك يعني اي فعل استطيع ان اقدمه لك، ان يتحدث احد للتلفزيون في هذا الوقت. نعم، طيب يعني أشكرك. انا احدثكم حتى ننقل الصوره لبعض الناس، لكن ونقدر الموقف يعني طبعا. نعم، أحد نعم. في هذا الوقت. نقدر الموقف طبعا. دكتور حسام شاكر، عضو المكتب الإعلامي بجامعة الأزهر.